البلاد اليوم في عدد جديد مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الذي سنخصصه لمناقشة موضوع أثار الكثير من الجدل في الجزائر يتعلق بالغذاء الأساسي والرئيس للجزائريين، مادة الخبز. صحيح أن المفارقات حاليا في الجزائر كثيرة، لكن المفارقة الكبيرة اليوم هي أن القانون الوحيد الذي يطبق قبل تجسيده وتحقيقه وقبل حتى مناقشته هو قانون المالية. سعر الخبز يقفز أو يريد الخبازين أن يقفزوا به من 8.5 دينار جزائري إلى 15 دينار جزائري، إما 15 دينار جزائري أو إغلاق الخبازين لمحلاتهم والتحول لنشاطات أخرى. لماذا هذا التحول ولماذا هذه المطالب ولماذا هذا الارتفاع بنسبة تقارب 100%؟ ما هي مشاكل الخبازين؟ وهل هذا الخبز أصلا مهيأ لأن يرتفع سعره؟ هل هو خبز صحي؟ ما هي المواد المستعملة فيه؟ وهل تراعى فيه المعايير الأساسية والصحية لمادة الخبز في جميع أنحاء العالم، خاصة وأن الخبز هو الغذاء الأساسي والغذاء الرئيس عند الجزائريين؟ سنتكلم عن هذا في الجزء الأول من هذا العدد لبرنامج البلاد اليوم، سنتكلم في الجزء الثاني عن ارتفاع المواد الغذائية بشكل عام والمواد الغذائية الأخرى بعيدا عن مادة الخبز، لأن فوضى ارتفاع الأسعار تتزامن في الجزائر مع مناقشة كل قانون مالية لكل سنة. لماذا هذه الفوضى في الأسعار في الجزائر؟ وزارة التجارة تتكلم دائما عن الرقابة، المستهلك يشتكي، التاجر يشتكي، والحكومة كذلك تشتكي. سنتكلم عن هذه المفارقات رفقة ضيفي الكريمين سيد يوسف قلفاط رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين. مساءك سعيد سيد الكريم. شكرا جزيلا. كما أسعد كذلك باستضافة سيد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك. مساءك سعيد سيد الكريم. مساءك سعيد. بداية سيد قلفاط، الخبز شفنا مطلب للخبازين ب 15 دينار جزائري، لماذا؟ شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. مطلب تاع الخبز الاتحادية الوطنية للخبازين تحت لواء الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين على راس الامين العام سيد صلاح صلاح، كانت طلبت وما زالت تطالب وتطلب دائما تحويل سعر الخبز ساعة إلى 12 دينار. هذا مطلب. هذا يعني أنتم ضد 15 دينار؟ إحنا ما قلناش 15 دينار. لا 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 لا، أتكلم على الاتحادية، ما تكلمليش على الجمعية ولا آخر ولا. إحنا كاتحادية طالبين وطلبنا باش يكون سعر الخبز ب 12 دينار. وهذا نظرا لارتفاع الأسعار المواد الأولية وكلها وكل التكاليف. كيف ارتفع الاسعار؟ الماده الاساسيه لصناعه الفرينه مدعمه من عند الدوله. لا الخبز، لا الخبز ما يطلبش الا الفرينه. تم تكلموا الفرينه مدعمه، الفرينه مدعمه، الخبز ماهوش مدعم يعني صراحه، ما نغلطوش الراي العام. كيف الخبز ما يطلبش؟ الدوله تخسر الملايين على ماده الفرينه. لا، اما احنا نستعملوا نصنعوا الخبز، نستعملوا الفرينه، ما نستعملوا لا خميره لا ما لا نحسن الخبز لا تريزيتي لا غاز لا ملح لا زيت. الخميره نكوروها نديروا خبز. والمواد الاوليه اخرى ماشي مدعمه يا اخي. ولا تيفيا الخبز ما فيش لا تيفيا قيمه المضاف اليه، ما فيش لا تيفيا. حنا لا تيفيا نخلصوها وما ريكوبيريهاش. لي فاكتور كامل فيهم لا تيفيا. فاكتور سنغاز فيها تيفيا، فاكتور تاع الملح فيها تيفيا، تاع الزيت فيها تيفيا، تاع لا مليون وخميره فيها تيفيا. هذو كلها تكاليف سبحان الله. وهذه راه الارتفاع تاع الاسعار هذو متكرره، كل ثلاث شهور يطلعوا، كل ثلاث شهور يطلعوا. اليوم الخباز راح الافلاس يا اخي، اليوم الخباز راح الافلاس. حنا كان اقترحنا، مدينا اقتراحات للدولة. انت فقط فقط قبل ان ننتقل الى الاقتراحات اللي قدمتها للدولة، 8.5 دينار اللي هو السعر القانوني للخبز في الجزائر، هذا السعر قد يؤدي بالخباز الى الافلاس؟ ما كان 8.5 دينار. 8.5 والله ولو مخبزه في الجزائر الناس هي تخدم، ولو مخبزه في الجزائر كاين مخبزات اليوم في الجزائر راه تبيع، ما بقاش 8.5 10 دينار. سعر الخبز 8.5 دينار، الخبز على مستوى الوطن راه 10 دينار منذ ثلاث سنوات. 10 دينار هذه حدث فيما بعد ذلك صفقه، ولا تفهمتوا باش تبيعوا ب 10 دينار، لكن 8.5 دينار هو السعر القانوني. هذه ال 10 دينار فيها ربح، فيها ربح
قبل 3 سنوات من طلعنا العشرة دينار كان فيها ربح شوية هامش، من بعد ضاع، زاد ارتفاعات ارتفاعات ارتفاعات، زاد ديك 10 دينار هامش ربح راح، دوك ما بقاش هامش ربح. حنا طالبوا 12 دينار باش الخبازين ما يروحوش الإفلاس، ودليل على هذا من جونفي لليوم أزيد من 3000 مخبز اللي غلقت، وكاين منهم اللي غيروا النشاط ومنهم اللي مازالوا مغلوقين. نغلق ونغير النشاط وما راحش الإفلاس يا سيدي. هذا هو، حنا 10 دينار كيف راهم يخدموا اليوم؟ يخدموا ب 10 دينار اليوم، يخدموا بالخساره. انا ما نتوقعش لانه التجاره هي عمليه مبنيه اساسا على الربح. الى اخي مبنيه على الربح، ما كاينش اللي يخدم باش ما يربحش. راه يبيع ب 10 دينار، وانما من الجهه الاخرى راه يبيع الكرواسون ب 15 دينار والميلفاي ب 50 دينار. واللي ما يبيعش الكرواسون والميلفاي، اللي ما يبيعش الكرواسون والميلفاي هذاك اللي بلع، واللي ما بلعش يبلع، هذوك اللي بلعوا. يا اخي 3000 وشي اللي بلعوا ما يبيعوش الكرواسون اللي فيه، بيعوا الا الخبز. والخبز العادي باش نقول لك، ماشي حل الخبز السميد وخبز الشعير تاع 3000 و4000 وهذيك. انا لا كان نبيع كخباز، لا كان نبيع ب 10 دينار وارتفعت الاسعار شفتوا راح الافلاس، ومن جهه نبيع خبز الشعير وخبز السميد، نزيد في الاسعار تاع خبز الشعير خبز الشعير وخبز السميد باش نكبري باش ما يبقاش الافلاس. ولكن انا نبيع غير الخبز العادي مثلا. هذاك اللي مصطفى زبدي، الخبز هو الغذاء الرئيس عند الجزائريين، الجزائريين كلهم ياكلوا الخبز ومعروفين انهم ياكلوا الخبز، بعيدا عن سنتكلم فيما بعد عن التبذير ونشوفوا في الشوارع ان الخبز مرمي ولا غير ذلك. كانت في بعض الاحيان شفنا مطالب من بعض الاطراف يقول لك ارفعوا سعر الخبز باش ما نشوفوش التبذير، ولو انه هذه نظريه اثبتت انها خاطئه فيما بعد. نشوفوا الخبازين يقول لك بلي فايدتهم أصبحت غير موجودة، بينهم بين وزارة التجارة ربما لم يكن اتفاق، التبعات هذه تحملها المستهلك. الخبز المستهلك اليوم راح يكون ربما بعد أشهر قليلة أنه يجد الخبز ب 15 دينار. بسم الله الرحمن الرحيم. شو مسألة الخبز مسألة معقدة ومتشعبة وحساسة، لأنه راك هضرت أنه الغذاء الأساسي للفرد الجزائري. صحيح. وللاسف الشديد ما نقدروش نستغناو على الخبز والحليب نهائيا، لانه الغذاء تاعنا غير متزن. غذاء اللي يعني راه متشكل من الخبز اساسا، من الخبز غذاء غير متزن. لازم نعرفوا انه الدوله دعمت هذه الماده حتى تكون في متناول الجميع، لانه في بعض الاحيان بعض الفقراء في الجزائر كما تعرف السي مصطفى زبدي ياكلوا الخبز وحده. هذا كي الآن نقول بأن هنالك مرسوم تنفيذي اللي حدد سعر الخبز ب 7.50 دينار و 8.50 دينار. 8.50 دينار هو اللي يطيب تريسيتي، يعني ما كاش درك 7.50 دينار غير الكوشات القدم هذاك تاع بكري. نعم تاع بكري. 8.50 دينار هو السعر المقنن اللي كان فيه هامش ربح معقول للتاجر. الآن نحن ساندنا ونساند الخبازين في مطالب مشروعة حتى يديوا هامش ربح معقول. هذا الأمر لابد أن لا يكون على حساب جيب المواطن، جيب المواطن الجزائري. في المبدأ نحن نساندهم يدي هامش ربح فاش يدوه مثلا. دوك نقول لك لازم نعرفوا أولا أنه المدخول الخباز هو محدد، ما عندوش يعني إمكانية زيادة في الخبز. في هذا الأمر هذا احنا دابينا كمنظمة لحماية المستهلك أننا نشوفوا بأنه هنالك شكاوى، وتلحقنا حتى الخبازة ومستهلك. شفنا بأنه هذا الهامش تاع الربح كما ذكر راح يؤدي إلى غلق أو تغيير نشاط، وبالتالي إنسان اللي عنده محل تاع مخبزة يدي هامش ربح مانيش عارف انا 200 ولا 300 الف في النهار، قادر يكري المحل تاعو ويدي 500 الف في النهار. راك تشوف يعني يعني تعاود تروح التبعات تاعو على المستهلك. احنا في هذا الاطار من وقت السيد بن باده ونحن نطالب بفتح ملف الخبز. ملف الخبز ماهوش في التسعيره تاع 8.5 10، نحن نراه ملف اوسع من هذا الامر. علاه؟ لأنه البحث عن هامش الربح يؤدي إلى بعض التجار للتحايل وللأسف الشديد. لما نهضروا على الخبز المحسن، والآن ذكر يعني رانا نحن نعتقد أننا في هدنة مع التجار مع الخبازين اللي راهم يبيعوا ب 10 دنانير، لأننا لو نقدم شكوى هو 10 دينار مش قانوني، مش قانوني 8.5 دينار هو قانوني، نحن نعتبر أنفسنا في هدنة.
القانوني هو 8.50 دينار، وحتى الآن لو نقدم شكوى على ضد أي خباز قانونا تربحوه. علاه متى ترفع؟ لا طبعا نقول لك على ما نرفعوش، على ما نقدموش هذه الشكاوى، لأنه السلطات العمومية وللأسف الشديد تتهرب من هذا الملف ولا تريد فتحه بطريقة تسمح للخباز باش يدي دراهم مثله مثل بقية الناس اللي راهي تزيد المداخل تاعها سنويا، وهو مش الربح تاعها غير محددة، وباش تحمي المواطن. احنا ما نجمع الفوضى والبلبلة، كل وزير، وانا نقولها لك، كل وزير يجي إلا ونطرح عليه مشكل الخبز. علاه؟ لأنه مشكل شائك وحساس. الآن أنا نروح لك من جهة أخرى، للأسباب اللي خلاتنا نسكتوا على أنه الخبز بعشرة دنانير. لأنه لو كان نشتكيو بالخبز العادي تاع 10 دنانير ما يزيدش يدير للخباز الخبز العادي، ما يزيدش يدير. وهذا أيضا من الأسباب اللي فيها فراغ قانوني، حيث أنه كثير من الخبازين يروح يدير للخبز الخاص، بمعنى باش يستفاد أكثر، فيه 100 غرام فيه زوج حبات سانوج ولا فيه زوج حبات زيتون أو فيه الحليب اللي هو أصلا مدعم، ويبيعه لك ب 15 ولا ب 20 دينار و 30 و 40 دينار. أي وين راهي الجهة الرقابية اللي عندها الجرأة والشجاعة تتدخل؟ ما كانش، لأنه ما يقدروش يدخلوا. معناه أن الخبازين كانوا فكاين فشهم يستفادوا. يعني نقول لك التزيار اللي راهم لاقيينه في هذا المجال يخلي بهم، هو اعترف لك قال لك يربح في الكرواسون، يخليهم يروح. وبالتالي نحن لا ننظر الى هذه المساله غير في الخبز العادي، لابد من اعاده النظر في المرسوم التنفيذي، فتح ملف الخبز ككل، والنظر في الخبز المحسن، الخبز العادي والخبز الخاص. فيما يخص هنالك معايير صحيه ورسميه حتى يكون هذا الخبز صحي، تلقيت بعض الشكاوى أنه الخبز هذا ما فيش هذه المعايير. شوف، لا يختلف اثنان بأن الخبز اللي رانا ناكلوه درك، الخبز يعني بدون كما يقول لك لي فيبر، بدون الألياف تاعو، يعني هذا الخبز غير صحي، غير صحي تماما. لأننا ناكلو فيه، خبز غير صحي. الخبز الصحي هو الخبز الكامل اللي يجي من الفارينة الكامنة، يعني القمح لما يترحى بالألياف تاعو. هنا يعني نفتح نافذة صغيرة للحل، لأنه لو كان يتم استعمال الخبز الحل الفارينة الكاملة، على بالك بأنه هامش الربح تاعهم يزيد بعشرين في المية، ما لا يقل عشرين في المية. ولكن للأسف الشديد يعني نقول لك ما فهمناش لماذا السلطات العمومية ما راهيش حابة تفتح ملف الخبز. سي قلافات، هل صحيح أن الخبازين يبيعوا للمواطن خبز غير صحي ويأثر على صحتهم على حياتهم؟ لا، الخبز هو العادي اللي نستهلكوه حاليا، يعني مصطفى زبدي يقول لك ما هو صحي، ما هو صحي كيفاه ما هو صحي، وربما يأثر يعني خطر على الصحة. يعني تعترف أنت أنه بعض الأصناف من خاصة الأطفال الصغار يعني الرضع هذاك خطر عليهم. كيف توافق أنت تبيع خبز خطر على المواطن؟ هذاك واش كاين؟ هذاك الفارينة اللي يعطوها له. الفارينة اللي يعطيه لي فارينة البيضة، ماشي فارينة كاملة. احنا اقترحنا وطلبنا الفارينة الكاملة اللي كان يتكلم عليها السي مصطفى، ولكن كما قال الأخ السلطات يتهربوا من ملف الخبازين. مانيش عارف ما هو السبب. مين في خبازين يتهربوا منه وواحد ما يخبز ياخذ فيه مسؤوليه. نسمعوا انه هنالك بعض الخبازين ما يحترموش المعايير والميزان مثلا باش يستفيد، لانه كما تقول انت 10 دينار ما خرجتوش، عوض انه يدير مثلا 100 غرام ولا ما على باليش كيفاش تحسبوا، ينقص هذاك الميزان وبالتالي يخرج خبز نوعي تراضي او رديء. هذه قضيه سلوك، هذاك مش غير عند الخباز، حتى عند بائع سمك ولا حتى. لا، خلينا نتكلموا على الخبز اليوم لانه موضوعنا هو الخبز. الخبز الا كان انا نصنع الخبز، نتكلم معك خباز، نصنع الخبز نتاع 250 غرام ونبيعها ب 10 دينار. نلقى روحي ما عنديش 20 سنتيم، ما عنديش 15 سنتيم فايده، يعني نلقى روحي نخدم باطل، ما عنديش هامش ربح. تحايل تلجا نحاول كيفاش باش نخرج ونبقى نخدم. لكن هذا غش يعاقب عليه القانون. سمعت قانون، ما نتكلموش على القانون. لماذا ما نتكلموش على القانون؟ باز باش نخرج القانون اللي يربطني بك ويربطك بمستهلك ويربطنا بالدولة. القانون يعطيك هامش ربح، تاجر يعطيك هامش ربح نتاعك وتدي هامش ربح نتاعك. القانون اليوم واش عاطيني هامش ربح؟ القانون راه يتهرب من هامش ربح نتاعي. نهضروا الصراحة، هنا الخبزة ب 10 دينار تاع 250 غرام
قانونيا ما نخرج فيها نلقى روحي خسرت فيها، نحاول نقص شويه من الخميره، نقص شويه من حصن الخبز، نقص شويه من العجينه، نقص شويه من الملح باش نخرج. وبالتالي تبيع نتاعي ماشي نغش، لكن تبيع المواطن نوعيه رديئه. لا، احنا المواطن من حقه باش يشكي، وكاينه جمعيه تنشط تحمي المستهلك هذا، هكذا ولا؟ نشوف انا القانون يعاقبني بالله، يعني باش ما نتعاقبش وباش ما نولش في حالة هذه بالله نغير النشاط نتاعي وش اللي يسرى. سي مصطفى كان سمح لي تكلمت قبيله تاع التبذير. تبذير قال لك نغلوا الخبز ينقص التبذير من جهه، بالك ينقص نسبه نتاع 5 او 6% نتاع التبذير اللي ينقص يعني يقول. ولكن ناطر طرح لك سؤال يا اخي الكريم، طالب او طالبه في الجامعه يفطر ويتعشى في الجامعه بالخبز، هل على باله سعر الخبز قد يسوى؟ ما على بالوش. تلميذ في المطعم المدرسي يعرف الخبز قد تسوى؟ اللي هم يبذلوا اللي ما يمشيش الخبز اللي ماشي هم يخلصوها، يعني كميه كبيره تبذلت في المؤسسات. عندك ارقام ولا عندك ارقام رسميه اللي عندي ارقام ولكن ما هيش رسميه، يعني تقارب لا يعني تقارب. هذا كلام فقط اللي تكلم فيه، لا تقارب يعني حوالي 12 مليون فقط باش ما نغلطوش المشاهد الكريم. كلام سي يوسف قلافات، انا مسؤول يعني على كلامي. نعم هذا كلامك عندي ولا صحيح موجود تبذير في الخبز، احنا نشوفوه مش فقط في الاحياء الجامعيه او موجود حتى في الشوارع. سيد مصطفى زبدي، سي يوسف قلافات رئيس الاتحاد الوطني للخبازين يعترف، قال لك انا 10 دينار ما تخرجنيش نبيع خبز رديء. ممكن نشوف نهضروا على الخبز العادي، يعني الخبز اللي رانا نشرو فيه 10 دينار ماناش نهضروا على الخبز صح. الكل يجمع انه خبز من النوعيه الرديئه، وهذه ايضا من اسباب من الذي يحمي المستهلك؟ واش تفهم؟ هذوك نجيك بالعقل. الاشكال المطروح حاليا، انه يا هل ترى ال 10 دنانير، لاني اختلف شويه مع الاخ قلافات، يا هل ترى ال 10 دنانير هذه كلفه غير مربحه ام لا؟ لانه يتذكر معي اخ قلافات منذ سنتين درنا بعض الورشات في الشرق والغرب والوسط وتم تكلفة الخبز بسبع دنانير. يا هل ترى تغيرت من هذاك الوقت لدرك؟ لست أدري، ما وقعتش تجارب واحدة أخرى. تغيرت بصح، بنقولوا من 7 إلى 10 شوية ركزت معليش خلينا نكمل فكرة تاعي وما نعطيك. يعني هذه للأمانة، يعني درنا تحاليل ودرنا تكلفة الخبز لقيناها 7 دنانير، وبالتالي نحن لما رانا ساكتين على 10 دنانير نعتقد في بالنا انه عنده هامش ربح. اما الان اذا تغيرت المعطيات وما عندكمش هامش ربح هذيك مصيبه واحده. لو كان يرتفع الخبز الى 12 دينار. استنى الان لما تقول لي انه نوعيه، نعم نحن ندرك انه نوعيه الخبز رديئه، والاخ يعترف انه ما يدير لهاش المحسنات اللازمه والطهي اللازم الى غير ذلك من الامور، بل حتى هنالك من يزيد في نسبه الملح باش ما ينشفلوش الخبز يبقى يوزن 250 غرام. هذه من بين الامور يعني بعض الحيل التي يلجا لها البعض. الان نحن لا نريد معالجه فرديه للقضيه. انا قاعد ب 12 دينار قبلته ب 10 دينار تقبلوا؟ 12 دينار نقول لك نرفض 12 دينار لانه هنالك البدائل، هذه واحده. في 10 دينار رابح الخباز؟ لا نحن الان كمنظمه نعتقد نعتقد انه بالعمل بالبدائل الموجوده منها الفارينه الكامله سوف يربح الخباز، واعتقد انه سوف يرضى. عندكم هامش ربح يقول لك سي مصطفى زبدي، يقول لك مستحيل. لا بصح الفارينه الكامله الدوله ما قبلتهاش، ما تحكيش تنفيذ. احنا ننتظروا فيها. هنا لابد من ايصال الرساله كامله شافيه الى السلطات العموميه. قال يا جماعه نحن ننتظر في المشروع تاع الفارينه الكامله، وين راه؟ نهضرون ونكلامو ونكتبو، ما كان حتى رد. يعني ما كانش حتى رد. تحملوا المواطن المسؤوليه تزيدوا. مازال ما تحملش المواطن، مازال ما لحقناش 12 دينار. حاجه واحده اخرى اخ قلافات، مازال ما لحقناش 12 دينار. انت قلت 12 دينار، خلينا نعرفوا بلي ما عندناش زوج دنانير. راح نتكلم عليه. ما عندناش اخ قلافات. هل موجود دينار ترجع؟ معناتها 15 دينار. 15 دينار. كيما داروها لنا في النقل تاع الطونوبيلات وتاع الطاكسيات تاع الحافلات، قال لك 12 13 دينار، احنا ضحكنا في قانون الماليه تاع ضحكنا حتى ولات في 15. ما عندناش. كي كنا نبيعوا 850 كان ب 10 دينار. كيفاش كنا نديرو؟ هذاك بكري. بكري كان موجود دينار. ما كان دينار. عندها 3 سنين. عندها 3 سنين. 3 سنين. 3 سنين. عندها 3 سنوات كان ب 10 دينار. تروح للخباز تعطي. 3 سنين. 3 سنين. نعم. تروح للخباز تعطي تشري من عنده خبزة واحدة.
يعني تعطيله 10 دينار ما يرجعلكش. علاش نعقدوا زوج خبزة قداش يجوا على 12 دينار؟ 17 دينار زوج خبز 2400 طرد له 100 فرق كنا بدالو ما يديهاش حتى كاين ما يديه نخلص 2500 ثلاثه شحال يجوا؟ انا شوف اسمح لي. لا لا جاوبني ثلاثه بشحال يجوا؟ 36 نخلص 35 لا مستحيل وزيد نخلص 35 هذه موجوده سي مصطفى مازال كاين ديرو سي مصطفى نرد على كلامك اسمح لي كريم على الخبز كان 750 درتو معنا درنا ليسي في الولايات وحد الخبز 750 عندها 3 سنين هكذا ولا لا؟ صح ولكن شوف رجع 3 سنين اللور شوف الاسعار تاع المواد الاوليه ونتاع التريسيتي تاع 3 سنين وشوف تاع اليوم دوبلات دوبلاو لي بري دوبلاو لي بري صافي يا اخي قال فات الخبز مروج من 6 تاع الصباح 6 تاع العشيه هو مشى على الكونتور كيفاش؟ لا موش من 6 تاع الصباح عنده الكونتور نقولها لك الكونتور نحن نؤيدكم في مطالب مشروع لانكم مستهلكون تحبوا يكون عندكم بمعنى عرفنا السعر هذا غير مشروع احنا مطلبنا شرعي مطلبنا شرعي نريد هامش ربح انا اعطيني هامش الربح نتاعي القانوني 20% وان شاء الله نبيع بخمسة دينار بصح الاشكال اسمعني مليح اخي شوف الاشكال شوف الاشكال احنا انوي ما نقولش اني نمثل جميع المستهلكين ولكن كمبادره كفكره عندنا حل اني نقترح في حل اللي راهو يرضي في الاخ قلافات اننا نستعملوا الفرينه الكامله او الفرينه كما ذكرت تاميكسي بخلطه بالتالي دوله رابحه يعني اللي يخدم لاباتيسي ويخدم القفر يخدم القاطو بالفرينه المدعمه ما يزيدش يخدم. ثانيا المستهلك يربح في صحته. نعم. ثالثا التاجر ينتهي من الشر. قبل ما نذهب الفاصل قبل ما نذهب الفاصل اسمح لي هذه بخلص شوف فرين كومبليت قال لك حلك حلي خبز كحل لا فرين ميكسي اللي فيها سميت وخرج خبز اصفر وبيض. سي خلافات كاين بعض الخبازين الرد ما كانش. سي خلافات كاين بعض الخبازين يلجؤون إلى السوق السوداء من أجل بيع خبزهم عوض أن يبيعوا في المخبزة بعشرة دينار أو 8.5 دينار يروح للسوق السوداء ويبيع بخمستاشر دينار يتحملوا مسؤوليتهم كاين ولا أنا من المخبزة البراء ما تقول لي ولو أنا هدر لي في المخبزة الخباز أنا نمثل الخبازين ما نمثلش اللي يبيعوا في الشوارع لكن هذو خبازين هذوك ما مش ترجع هذو خبازين لا ما نظنش ما نظنش يبيع خبزه يبيع خبزه الشباب يروح يبيعوا في المرشي بصح باش هو يبيع خبزه لا لا لا, لا. عوض باش يدي هذاك دينار عوض باش يبيع ب 10 دينار يروح يمارس نشاطه في السوق السوداء لا في السوق السوداء اسعار حره بيع قد ما حبيت وبيع في المكان اللي حبيت وبيع في الوقت اللي حبيت ما كاينش اللي يهضر معاهم يعني اليوم الخباز لا تهمه غير على الخباز الخباز اليوم لا تهمه صحه المواطن يهمه هامش لا 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 يهمه هامش لا 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 حتى لما يهتموش صحه المواطن تهمه صحته حتى هو ياكل خبز لا لا اخي لا لا سي مصطفى زبدي هل عندكم شكاوى مثلا انه بعض الخبازين يبيعوا خبزهم في السوق السوداء نعرفوا احنا المعايير الموجوده في السوق السوداء هو عوض ان يستفيد نعطي لك بصراحه العباره كاين بعض الخبازين اللي حبسوا السجل التجاري الاعباء تكاليف حبس بصح عنده الكوش عنده الكوشه يعطيها لبرا يبيعوها في عادي هو كاين اي واقعه وللاسف الشديد يخدم في الخفاء هو يخدم في الخفاء هو خبز هو خبز يخدم في الخفاء ما عندوش كوارت ولكن نقول لك الشكاوي الكثيره منين لا لا كاين شكاوي الشكاوي الكثيره منين شنو الخبز فيه مسمار خبز فيه موس خبز معليش هي شوف هي حوادث تقع صح سي فري كاينه وبالتالي نعتقد انه لابد انه مهنه الخبازه تكون مهنه محترفه مش اللي يجيبوا لي خباز نعطيك بعض الاماكن عبك باللي الشباب تاع افريقيا ما يخدموا فيهم انا نعطيك بعض المخابز يخدموا الشباب تاع افريقيا قانوني يجيب يا خليني نهضر لك علاه اللي انه يقول لك تكلفه العامل الجزائري تسقم لي بزاف يخدم فيه هنالك فوضى وعلى بها قلت لك انه ملف الخبز ماهوش ملف تسعيره 8 دينار 50 10 الشكاوي اللي راهي تجينا قبل ان ننتقل الى فاصل نعم نقول لك الشكاوي اللي راهي تجينا وراه هو غياب الخبز العادي ما كاش الخبز العادي في المخابز طيب واش كاين؟ كاين الخبز الممتاز والخبز الخاص تاع 15 و 20 دينار وبالتالي الان ولينا في مشكل واحد اخر صحيح انه عدم الربح ادى الى البعض وحتى المبالغه حتى المبالغه في التحايل نعم اعتذر ولكنها مبالغه سي يوسف خلافات قبل ان نختم هذا الجزء الاول ما هي المطالب التي تتوجه بها الاتحاديه الوطنيه للخبازين؟ عندنا مطلب واحد مطلب اساسي اللي هو مطلب شرعي طالبين هامش ربح لائق شحال؟ اللي حدوا القانون شحال؟ هي ب 20% هو الحر هامش الربح اللي حدوه للخباز في سنة 96 من إصدار القانون تاع سعر الخبز 20% بمعنى أنه شحال تولي تسعير الخبز؟ قانونيا
شحال تولي 12 دينار؟ 12 دينار. طلبنا 12 دينار، طلبناها ماشي ربح 20% نتاعنا. او نعم. او حتى هو عاد نرجع له او الفرينه الكامله وعلا. ويديها مش تربح. شكرا جزيلا سي طارق. كان يقبلوا لنا الفرينه الكامله هذه سعر الخبز بقى كما هو. شكرا جزيلا سي يوسف قلافات رئيس الاتحاديه الوطنيه للخبازين على هذه التوضيحات. بارك الله فيك. سي مصطفى زبدي راح تبقى معي لانه ساستضيف بعد ذلك سي طاهر بولنار للحديث عن الاسعار كلها ليس فقط ماده الخبز. مشاهدينا الكرام فقط فاصل قصير ثم نواصل ذهب بعيد. عودة إليكم من جديد مشاهدينا الكرام لاستكمال هذا الجزء الثاني من عدد اليوم من برنامج البلاد اليوم. الجزء الأول كنا قد تكلمنا عن مفارقة ارتفاع الأسعار في الجزائر خاصة سعر الخبز الذي يريد بعض الخبازين أن يرتفع سعره من 8.5 دينار السعر القانوني إلى 12 أو حتى 15 دينار جزائري، والخبز هو الغذاء الرئيس عند الجزائريين. لكن الارتفاع لم يمس فقط سعر الخبز بل جميع المواد الغذائية. بورصة الأسعار أسعار المواد الغذائية في ارتفاع دائم في الجزائر. لماذا هذا الارتفاع؟ ولماذا يطبق بعض التجار قانون المالية حتى قبل مناقشته في البرلمان؟ لمناقشة هذه القضايا أسعد باستضافة سيد طاهر بولنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين. مساءك سعيد سيدي الكريم. أهلا وسهلا. شكرا. نواصل معك كذلك ضيفي الكريم سيد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، كنت معي في الجزء الأول. سيد طاهر بولنوار، البورصة الأسعار كيف هي اليوم؟ طبعا كاين زيادات معناتها في الاسعار هذه توقع دائما، موش فقط معناتها في الجزائر، في كل بلدان وين تحدث اختلالات او مستجدات تمس الاسعار تاع الطاقه او تمس الاسعار تاع الماده الاوليه ولا تمس حتى احيانا العقار. ما ننساوش باللي حتى المحل التجاري اللي يخدم في التاجر او حتى المساحات الكبرى اللي يخدم ايضا الاسعار تاعها زادت. لكن في كل البلدان ترتفع الاسعار بملاليم، لكن في الجزائر ما كانش ما ترتفعش حتى 2 دينار او 3 دينار. نشوفوا مثلا سعر الطماطم او سعر البطاطا يكون اليوم ب 20 30 دينار، بعد ذلك يزداد باكثر من 100% يولي ب 9. سعر الطماطم اسمح لي، سعر الطماطم ذكرت مادام ذكرتها كمثال معناتها ايضا معليش ندخلوا كمثال الطماطم. الطماطم اسال مصالح وزاره الفلاحه وقول لهم شحال عندنا الانتاج تاع الطماطم. الانتاج ايضا كاين اختلالات كبيره بين الانتاج، احيانا تجي 100 قنطار في مساحه معينه، احيانا 50 قنطار، احيانا الطماطم في فترات وين كانت الزياده كان فائض حتى المزارعين رماوها وصلت حتى ال 20 دينار. تتوقع ان الموسم اللي يجي من بعد الاغلبيه تاع الفلاحين ماهوش رايحين يزرعوها، اذا راح تكون نادره معناتها الانتاج اقل من الطلب بكثير، هاي راح تطلع حتى ال 150 دينار. اسمح لي خلي. وهذا الاختلال ايضا ما يظهرش فقط معناتها في السعر الحالي، يظهر حتى معناتها قبل. الطماطم اللي راهي 150 دينار 100 دينار 120 دينار حتى ال 200 دينار في بعض، حتى لا عندها شهر ونص وصلت حتى 250 دينار. نعم. 25 في الطماطم. نعم. اذا بالمقارنه مع فتره قريبه راهي ارخص معناتها السعر تاعها هبط، لكن مش هذا هو سعرها. لكن مش هذا هو سعر، ماشي هذا هو زالت مرتفعه. لا هو تقني كي نجون قالوا مثلا سعر تاع الطماطم لازم يتراوح بين 70 دينار حتى 100 دينار. هذا هو السعر المتوسط تاع الطماطم بالمقارنه مع الاسعار تاعها في البلدان المجاوره ماشي غيرها. لكن احنا احيانا علاش هذه الاختلالات تحدث بالنسبه للخضر والفواكه؟ في كل البلدان الاسعار تتغير يوميا، لكن في الجزائر التغير تاع الاسعار كما راك تقول نسبه معناتها مرتفع كثير، نسبة التغيير كبيرة. نعم. مرتفع كثير وتجي فترة تنخفض كثير. ما تنخفضش كثير. الأسعار في الجزائر لما ترتفع لا تعود إلى التعافي إلا بعد. أنا أقول لك عندها شهر فقط، شهر ونص. نعم. طماطم 250 دينار خليني أكمل لك. نعم. الآن 120 دينار معناتها انخفضت بأكثر من 50%. واش راني نفهم فيك؟ معناتها الأسعار تاع الخضر والفواكه احنا تاعنا ما عندناش مخطط اللي يضمن استقرار التموين، استقرار العرض. ودير في بالك حاجه معناتها قاعده والمشاهدين ايضا يسمعوا، اي منتوج ما تضمنش الاستقرار تاع التموين نتاعو، التموين بالنون، اي منتوج ما تضمنش الاستقرار تاع التموين مستحيل تضمن استقرار الاسعار. معناه اذا حبيت اي منتوج مستقبلا يكون الاستقرار تاعو مستقر. علاش؟ اضمن استقرار الانتاج. ما اتفق معك، لا يمكن ضبط هذه الاسعار بالموازات مع عدم ضبط التموين، لكن على الاقل انا قلت لك انه هذه الزيادات انه غير معقوله تكون بنسب كبيره جدا، يعني مش قضيه دينار او دينارين. انت ما لمعت اسمح لي، واش حبيت تقصد؟ معناتها انها التاجر من راسه قال يا ودي يا طماطيش 10000، انا من راسي نبيعها 20000،
هذه غير تاجر من راسهم. هذه غير موجوده. لا لا تاجر من راسهم موجوده ولا لا؟ انت تاجر ماشي موجود. تاكد مليح كي يقول لك واحد بلي تاجر الصباح قبل ما يدخل المحل نتاعو هو كيما يقولوا بين قوسين يدي سيدي هو يقرر قال نبيع هكذا ولا نبيع هكذا عرف بلي هذا ما يعرفش السوق وما يعرف التجاره وما يعرفش الاقتصاد سي مصطفى. لان هناك عوامل تحكم في التاجر. اسمح لي، لان احيانا كيما قلت لك كاين بعض المنتوجات اللي الاسعار تاعها تنخفض بدرجه وين يولوا حتى المزارعين الفلاحين يرموها لان التاجر ما يديهاش عليه السعر نتاعو، السعر نتاعها نعم. يخسر فيه. لو كان ولات التاجر هو اللي يقرر كل المواد الان يديرها تسوى 100000 و200000 عليه يديرها 20000 فقط. سي مصطفى زبدي، ما قولك في القضيه هذه؟ بورصه الاسعار في الجزائر دائما في ارتفاع، المواطن ما عرفش واش يشري، الخبز ولا الحليب ولا الطماطم ولا ما نحاول تبرير يعني، فان هذه المبررات لا تقنع المستهلك اطلاقا. ما قنعكش سي بونوار؟ ما يقنعنيش، ما يقدرش يقنعني. علاه ما يقدرش يقنعني؟ لانه ما يحدث في العالم وما يحدث في البلدان حتى بلدان اللي مضطربة ما نشوفوش هذه الاختلالات الكبيرة في الأسعار. أو بلسانو قال لك الشهر اللي فات طوماطيش ب 25 وراك ب 12 اليوم 120 وكأنه 120 رخيص. ها 120 غير 12000 طوماطيش، احنا البنان اللي نجيبوا فيه أمريكا الجنوبية ويدير ب 24000. إذا هذه الأسعار مهما نزلت فإنها لا تنزل إلى الثمن المقبول ولا الثمن المعقول ولا الثمن الذي يتماشى والقدرة الشرائية تاع المواطن الجزائري. نحن نقسم الأمور على 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 جزئين. لا أحبذ أن أناقش تاجر في المجال التمويني، لأن التموين والضخ المنتوج الفلاحي من مسؤولية وزارة الفلاحة ومسؤولية الفلاح. الفلاح إذا أنتج أراه يبعث، إذا ما أنتج ما كانش، وبالتالي ما يوجد من منتوجات ترتفع الأسعار تاعها. الإشكال الواقع حاليا ماهوش في المنتوج كاين ولا ما كاينش، لأنه مشكل واحد آخر، مشكل تنظيم، مشكل وزارة، المشكل في هامش الربح. لما ذكر لك مثال تاع الطماطم كي كانت تدير ب 20 و25 ألف، نقدروا نسألوه قولوا له كم كان يبيع الفلاح الطماطم؟ نعطيك الإجابة لأني خذيت جبتها منك، كانت تدير 7000 و8000 فرق. يبيعها 25 ألف، يبيعها ب 20 25. هذا مش هذا مفتوح هذا جدا. هذا هو الاشكال. الان لما نشوفه الدوله تقول لك اني خرجت مليون طن تاع بطاطا، بطاطا اليوم ما زالت ب 7000 7000 و8000 و9000 يعني وراه يعني ماذا يحدث؟ الاشكال صحيح موجود في مشكل التموين، في مشكل التذبذب هذا الى غير ذلك، ولكن لابد ان نرى الجزء الذي يمكننا أن نتحكم فيه يعني في السلسلة التجارية، وهو هامش الربح الذي تعدى المعقول. هذا هو الإشكال. ستار بونوار، هامش ربح التجار تعدى المعقول مثل ما يقول سيد مصطفى زبدي. إيه. هامش ربح التجار كي تجي تقارن، أنت راك تقارن معناتها مادام صفتك أنت مستهلك. اسمع لي، مع أنه بين قوسين الكلام تاع سيد زبدي ما قنعنيش أيضا، ما قنعنيش حتى ب 10%، لأنه نفس الكلام اللي نسموه عندها 10 سنين ولا 15 سنة، وممكن ما يقنعش حتى المواطنين كمستهلكين. اسمع لي الإجابة في هذه. أنت راك تقارن بين السعر اللي تشريه من عند تاجر التجزئة وبين السعر اللي يبيعوا الفلاح. هكذا. هذه هي السلسلة التجارية. الفلاح ما يبيعش لتاجر التجزئة. وما يحسبش تكاليف تاع النقل لسوق الجملة، وسوق الجملة ما يبيعش الموزع، والموزع ما يبيعش تاجر التجزئة. معناتها هذا الفرق بين الفلاح وبين تاجر التجزئة ماشي هذا الفرق كامل، ماشي يديه واحد، راح يمر على الأقل على 3 متعاملين. إذا هامش الربح هذا الكبير يمر على متعاملين فقط، يمر على تاجر الجملة وبعد ذلك تاجر التجزئة. يا أخي أحيانا تعرف كيما تكلمتوا على المسألة تاع البطاطا. البطاطا الدولة الحكومة قالت بلي كانت كاينة محتجزة أطنان. وين كانت محتجزة؟ وين كانت؟ نعم. تاجر تجزئة يقدر يحتجز البطاطا، المحل نتاعو في 20 متر 30 متر مربع على الأكثر، هذا التجار الكبار تاع التجزئة، المحل نتاعو يدير 30 متر، كيف يحتجز البطاطا؟ معناها بالأطنان، غرف تبريد. اسمح لي، البطاطا كي مادام ذكرتوا على البطاطا، تعرف بأن هذا اللي عنده غرف تبريد كي يديها من عند الفلاح باه يدخل الغرف تبريد، هامش الربح نتاعو واحد يساوي مرتين تاع المتعاملين التجاريين نتاع تاجر تاجر الجملة وتاع تاجر التجزئة. هذه علاش ما نتكلموش عليها؟ نقدروا نتكلموا عليها، ماشي مشكل. خلي نكمل هنا. الأمر الثاني، كي تقول لي أنت قضية تاع الإنتاج الخضر والفواكه تمر مرحلتين، المرحلتان كل مرحلة تابعة القطاع، مرحلة الإنتاج تابعة لوزارة الفلاحة ومرحلة التوزيع تابعة لوزارة التجارة. معناه
المرحلة الأولى خاصة بالفلاحين، المرحلة الثانية خاصة بالتجار، تجار وموزعين وتجار جملة وتجار تجزئة. هكذا السي زبدي كيقول لك يا ودي على المنتوج، لا لا احنا ما نتكلموش على القطاع الإنتاج الفلاحي هذاك وحده. لا يا أخي، الخضر الفواكه العامل الأول المؤثر هو القطاع الفلاحي، هو القطاع الفلاحي. إذا حبيت، إذا كان الإنتاج متوفر، بل حتى إذا كان فائض، جيب أحسن تاجر مضارب. سيدي تجيب تاجر اللي حياته كان مضاربة ويعرف تقنية المضاربة والاحتكار. كيكون كاين فائض في الإنتاج، زيادة في الإنتاج، تجيب أحسن مضارب وأحسن محتكر وأحسن قال غشاش ولا سراق، ما يقدرش يزيد في السعر أكثر من السعر اللي يحدو الإنتاج. معناه إذا حبيت تخفض الإنتاج ما تشدد رقبة ني على التجار، معناه كاين رقبة. ركز قبل على الإنتاج يكون متوفر بكمية كبيرة. كي يكون الإنتاج متوفر بكمية كبيرة، تاجر الجملة إذا كان سراق ولا تاجر تجزئة إذا كان سراق، يكونوا مضطرين باش يخفضوا من الأسعار. أما إذا كان الإنتاج ناقص، اسمح لي، إذا كان الإنتاج ناقص، كي يجيب أحسن تاجر، تاجر اللي يخاف ربي ويحترم القانون 100%، هو يلقى المنتوج نتاعو باللي ارتفع، الارتفاع زاد. إذا المسألة الأولى متعلقة بشبكة الإنتاج. خلينا نشوفوا رئيس مصطفى صديقة. نسمح من حقي 30 ثانية فقط. فضل. يقول لنا شكون الثالث المتدخل في سلسلة تجارية؟ إيه قلت أنا شكون الثالث؟ المحتكرين والمضاربين. أيوة. اللي يملك قالك السلسلة التجارية. لا 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 معلش جاوب. لا تخليني ماذا أقول؟ اسمع، لا لا نوضح لكم بعد جاوب. نوضح لكم. قلت الفائدة ما يدوها. يعني شكون الثالث؟ أنا قلت كلمة، أنت ما فهمتاش المعنى الصحيح. على أساس نوضحهم بعد جاوب. صح. 30 ثانية وقت. المحتكر والمحتكر والمضارب شكون؟ اللي يملك إمكانات الاحتكار والمضاربة. واحد خلاص سيبا. أيوة. الآن أنا وأنت تصحفي وأنا كمستهلك، أنا ما نقدرش نعرف هذا المضارب والمحتكر اللي بسببه يرتفع هامش الربح 100-150%. شكون يعرفه؟ يعرفه التاجر. للأسف الشديد ما كانش هنالك إرادة من طرف التجار. إذا كان هذا المحتكر عملية الرقابة مثلا ولا التبليغ ولا تقديم الشكاوى، فخلينا نقولوا انا نقول خليني نكمل لا معليش نكملوا بعد نقاطعك. خليك ما تقدرش يخليه يستمر في الخطأ. لا هذا حسب تقديرك انت، خطأ استمر في التحليل الخاطئ. لما احضر صديقي بولانوار على غرف التبريد، غرف التبريد يا اخي ورا على بالك اخ بولانوار، باش المواطن ما يغلطش، غرف التبريد عندها بعض الضنانير عن كل كيلوغرام من التخزين. اذا لما الدوله تحط المخزون تاع البطاطا في غرف التبريد، فان هاته الماده تخرج بزوج ولا ثلاث، نسيت المهم شحال. اذا ما راهوش عنده هامش ربح، عنده تكلفه من طرف الدوله. نعم. وفقط. اذا السلسله التجاريه راهي عند المونداتير الجمله والتجزئه. الطوماطيش كانت ب 7000 8000 تباعت ب 20000 بين المونداتير وبين تاجر التجزئه. صحيح انه الفلاح هو اللي يمكن ان ينزل ولا يصعد الثمن الاولي للمنتوج، اذا عنده بزاف طوماطيش يبيعها لك ب 2000 فراك، اذا عنده قليل يبيعها لك ب 8000 فراك. هذا مشروع بالنسبه للفلاح، لانه التكاليف ترجع تعود ليه، ماهوش التاجر هو اللي يحدد التكاليف ولا يحدد شحال لازم يبيع له الفلاح. ولكن المشكل والطامه، نعطيك رقم سجلوه مليح ويسجلوه مواطنين مليح، احيانا الفائده من طرف الفلاح الى طرف المستهلك تلحق 700%. يعني 700 يتضاعف السعر سبع مرات. ونعطيك حتى المنتوج شلاضة كانت تدير عند الفلاح ب 1000 فراك، كانت تدير في اسواق التجزئه ب 7000 فراك. 700%. اذا المشكل هو في هذه الحلقه الخاصه بالتوزيع، وللاسف الشديد اللي ما فيهاش ضوابط، ما فيهاش تسقيف لهامش الربح. وبالتالي نرجع لواحد الكلمه عجبتني قالها، احيانا التاجر هو الذي يضع الثمن او الهامش الربح الذي يريد حسب راسه. حسب راسه، حسب راسه يدير هذا حسب ما يريد. تفضل سي بونوار، كنت تقول انه خاطئ. ما الخطا هنا؟ اسمع، انتم كتجار بامكانكم التبليغ والمشاركه في عمليه الرقابه. نبدا من الاخر. التاجر قال بان التاجر هو اللي يحدد السعر. كان بعض المواطنين يقولوها صراحه، معليش بعض المواطنين المستهلكين يقولوها يحدد هامش الربح. هامش الربح
يحدد السعر ولا هامش الربح؟ هامش الربح تاعو وبالتالي هامش الربح ومنه مثلا الطماطم اللي راك تهضر عليها شحال هامش الربح تاع التاجر؟ شوف انت 8000 راك ال 20000 شوف انا هامش الربح على حاجه ديال ماكش عارف شوف انت 12000 شحال هامش الربح نتاعو شحال 12000 12000 12000 نقولوا 2000 فراك المونتاتير و 10000 التاجر معناتها 15000 طوماطيش مثلا كي تكون 15000 هامش الربح تاع التاجر 12000 معناها الفلاح راه يبيعها ب 2000 لا 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 قلنا 12000 يعني 8000 طوماطيش لحقت المارشي ب 20000 راهي 12000 الفارق بينهم 12000 اسمع اسمع معليش ارتفع نروحوا للواقع نروحوا للواقع لان المواطن يهمه الميدان يهمه الواقع الحاجه اللي يعيشها فيها هو الواقع مناطق الفلاحيه في الجزائر كامل المستوى الوطني معروفه معروفه عند عند السلطات عند الفلاحه عند التجاره نعم. المفروض منظمه حمايه المستهلك ما دام تتبع يهمك المتابعه تعرف المناطق الفلاحيه ومعروفه عند التجار مناطق الفلاحيه سواء في الصيف ولا متيجه ولا البويره ولا البطاطا مستغالم وعين دفله ولا معسكر المهم المناطق الفلاحيه معروفه وكل منطقه معروفه فاش مختصه في الانتاج نعم الطماطم مثلا الطارف الاخرى كذا المديه كذا معروف نعم معروف معروف في البلدان اللي كاين الشفافيه قبل على مستوى الانتاج باش حتى انه سواء التجار ولا المتعامل التجاري ولا غرف تبريد يلتزم بالاسعار حتى اذا كان داهم الشرب طبعا ومن حقه يداهم الشرب يكون قانوني كيفاش يديروا يوميا بالنسبه للخضر الفواكه قال البطاطا في المنطقه الفلانيه وين كاين البطاطا قال مثلا في مستغل مكذا راه يدير مثلا 23 دينار ولا راه يدير 40 دينار ولا 50 دينار ولا 100 دينار حنا عندنا ما كان حتى سلطه ولا هيئه ولا غرفه الفلاحه ولا وزاره الفلاحه ولا منظمه حمايه المستهلك ما دام عندها علاقه بالطرف ما كان حتى هيئه اللي تقول بان المنتوج الفلاني في المنطقه كذا وفي كذا راه السعر تاعو كذا لان كي تجي انت سلطه رسميه مثلا وزاره الفلاحه تقول لك الطماطم في الطارف علاش لكن هو قرار بامكانكم تشاركوا في عمليه الرأي تشكيو من هذا راهي 50 دينار كي تقول لك راهي 50 دينار باش توصل المتعامل التجاري ويجي واحد من راسه ويبيعها 150 ولا 200 دينار ما كاش منها خلاص الدنيا كامله يعرفها والسعر المبدئي تاع الفلاحين اسمع هنا واش نروح لك نقول لك الفلاح الفلاحين على مستوى السعر تاع الفلاحين والله واحد ما راه عارفه زبدي قال لك رانا عارفين الفلاح شحال راه يبيع تعرف الفلاح انت اللي راه هنا اللي قدامك اللي صاحبك والله ما راك عارف المتوسط نقول هذا يعني جاب رقم راسه نقول لك درك معناها جاب رقم راسه اسمع لي خليكم درك يعطي لك ثلاث منتوجات ولا اربعه يحدد لك يقول لك السعر تاعهم راهم كذا يسجلهم قدام المواطنين يسمعوا قال السلطه عند الفلاح راه يدير كذا غدوه من ذاك نتصلوا بالفلاحين ماشي بالتجار غرف الفلاحه قال في الولايه نتاعك شحال الفلاحين باعوها تصيب لي اختلافات كبير واختلافات كبيره معناه اسمح نقطه اخرى طرحها فقط لانه الوقت اي نقطه هذه اذا ما كانش المزروعات ولا المنتوجات والمنتوجات الفلاحيه الخضر والفواكه ما راكش عارفها حتى شحال راهي تسوى عند الفلاح كيفاه تعرفها وين شحال راهي عند هذا ولا عند هذا ولا عند ربما اسمح لي ربما الاخ بنوار ماهوش عارف شحال دير عند الفلاح نحن مطلعون شحال راهي دير عند الفلاح يعني ومن مصادر رسميه اسمح لي يا سي زبدي انا خليني لا لا قدام مشاهد لا في هذه تكمل سي زبدي اعطي لي درك المنطقه الفلاحين اللي راهم يبيعوا الطماطم ب 40 دينار ولا 50 دينار قال غدوه من ذاك انا نقول للموزعين تاعنا روحوا جيبوها ب 50 دينار وبيعوها ب 60 دينار ادوا الفرق فقط اعطيني المناطق وين سمي لي الفلاحين شكون الاخ بولانوار وللاسف الشديد اكثر من سؤال اكثر من سؤال للاسف الشديد اكثر من حوارات كيما هذه لن نتقدم علاه لانه التاجر دائما يروح الى زاويه الانتاج ما نهضروش خلي الفلاح ترونكيل خلي الفلاح بالوصول تاعو بالهامش الربح تاعو نهضروا في المجال التجاري التسويقي نعم وتهرم نعم الاجابه نعم لا لا قبل تهرم نعم تهرم الاجابه نعم انا كي نقول لك باللي كانت تدير عند الفلاح ب 7000 وكانت تدير في الاسواق 20000 عندي المصدر تاعي هو وحتى الفلاح اللي ذكرها راهو فيديو موجود يعني ماهوش ما ناش نجيبوه من علي من راسنا الاشكال نبقاو في الجانب التسويقي الإشكال مطروح أنه هامش الربح كبير نقدر نشاطره في حاجة وهدرنا عليها شحال مرة أنه للأسف الشديد نفس الشيء كما هدرنا على المخابز تكاليف تاجر كثيرة ونحن نتفهمه الكرياء ضرك ب 4000 فرق 5000 فرق ليزامبو إلى غير ذلك من الأمور من بين الصراعات اللي رانا وحدنا فيها كمنظمة لحماية المستهلك ما راهمش معنا التجار هي الأسواق الجوارية الأسواق الجوارية اللي رايحة كما يقولك تنزل من تكلفة التاجر وتخلي هامش الربح تاعو يعني معقول زد على ذلك العمل بالفواتير
والعمل بالوصول تاع المعاملات التجاريه. لو كان اي تاجر بسيط نروح له نقول له بشحال شريتها، كيما هوش كيما يصرى الان في الكاميرات يعني راكم تسجلوا، يقول لك شريتها ب 5000 فراك واني بيع فيها ب 6000 فراك، وانت لما تروح عند المونداتير تلقاها دير ب 2000 فراك. لو كان رانا عندنا الادله لا تراسابيليتي نظام التتبع تاع الاسعار شحال راهي دير، ولكن للاسف الشديد البعض لا يريد العمل بهذه الوصول بكري بكري بكري. وشوف الناس الكبار ويشفع ربما اخبو الانوار لما تشوف انسان يبيع في الخضره يدير لك ثمن الشراء وثمن البيع، ايه ولا لا؟ لا ثمن الشراء وثمن البيع، والراهي هذه التقاليد حتى نرفعوا يعني كل كل الشبهات على التجار تكون في اطار معامله صافيه. النقد نسمعوا باللي راح يكون فيه ارتفاع بنسبه 50%. اسمح لي في نقطه فقط، صديقي زبدي ومصطفى وجاري ثانا في نفس الوقت نوافقوا في قضية تاع تحديد هامش الربح. وصل الآن وصل الآن ضرورة أنه هامش الربح تتحدد في كل النشاطات التجارية في كل الجملة التجزئة، ومش فقط الخضر فهو كيف كل نشاط الأخرى، لأن حتى أحيانا في صح. المنطقة الواحدة كان اختلالات في هامش الربح، كان تاجر تجزئة يبيع نفس المنتوج عنده 10%، تاجر واحد آخر يبيع نفس المنتوج عنده 20%. هذه نقطة. النقطة الثانية فقط اللي نجي فيها في قضية تاع الأسواق الجوارية ذكرها مسألة هامة، لكن سي زبدي أحيانا كل حاجة إيجابية ينسبها غير اللي يقول غير إحنا اللي درناها وخير إحنا. تدخل تشوف الارشيف تاع وسائل الاعلام الاولين اللي بداوا يقولوا بضروره انجاز الاسواق الجواريه للقضاء على السوق الموزيه من جهه وتخفيض واستقرار الارباح هو احنا كنا نقولوها، والارشيف موجود. ادخل للانترنت، اسمع ادخل للانترنت دير الاسواق الجواريه تصيب من الاولين اللي كنا نهضروا. خليني نكمل معليش، لكن سيدي ملعاتو سيدي ملعاتو كل حاجه يقول غير احنا درناها وغير غير هو اللي قالها. الارشيف موجود، الارشيف موجود. اسمع نقول لك حاجه، لما بدا الوزير السابق سيد الوزير بن بادة في حملة القضاء على الأسواق الجوارية مع وزارة الداخلية، هكذا الجميع كان يصفق بما فيه، الجميع كان يصفق بما فيهم التجار، وصفقنا أيضا ونشتنا أيضا كنا، ولكن نحن تداركنا إلى الخطأ الكبير الموجود والذي كان يقام به. والأرشيف بعد الحملة بشهر درنا بيان وقلنا بأنه لو كان ما كانش البدائل في الأسواق الجوارية سوف ترتفع الأسعار. قضية النقل قلت أنه مفارقة في الجزائر ربما من القوانين أو القانون الوحيد الذي يطبق في الجزائر حتى قبل مناقشته في البرلمان هو قانون المالية. احنا نعرف وانت تعرف والمشاهد يعرف أنه قانون المالية هذا لا يطبق حتى بعدما يناقش ويصادق عليه في مجلس الشعب الوطني وفي مجلس الأمة، وبعد ذلك يوقع عليه الرئيس ويصدر في الجريدة الرسمية، بعد ذلك يصبح قابل للترسيد والتطبيق. لكن في الجزائر كلما اقتربنا من قانون المالية الجميع يرفع من أسعار المواد الغذائية وجميع الأسعار بحجة أنه قانون المالية هاو زاد. هذه موجودة اليوم حتى موجودة بعض التجار، نعم. بعض التجار يقول لك زاد كلش موجودة، وهذا خطأ كبير. هذا يبين باللي كاين فوضى حتى على مستوى النقل أيضا. نقل 50%. اسمح لي كي تقول لي ويأثر حتى على النشاط التجاري، مثلا ناقل تاع السلع والبضائع، كي يجي اليوم تاجر يقول له يا غدوة زيد جيب لي السلعة تاعي من سوق الجملة تاع المواد الغذائية ولا من الحميز تاع لا، لكن الناقل نتكلموا على المواد الطاقوية ومشتقات المازوت يعني نتكلمك على النقل. الزيادة تكون بواحد واثنين ثلاثة دينار، يعني مش معقول أنه لما تزداد بواحد واثنين دينار تزيد انت تكلفة النقل. في سؤال وحبيت انت تجاوب عليه، تجاوب عليه. انا نعطيك في معطيات. خليني انا نجاوب على السؤال تاعك. تفضل. راني قلت لك في البداية حتى قطاع النقل ماهوش مضبوط. والدليل على ذلك حتى احيانا في كما يقولوا في الكورسة الوحدة. تاجران عندنا في محل في 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 حي. واحد يجيب السلعة من نفس السوق الجملة، مثلا خضر فواكه من الكاليتوس ولا من الحميز أجهزة إلكترومنزلية، إلى واحد يجيبها له مثلا يقول له نحسب لك 2 ملايين الكورسة، واحد يقول له 2 ملايين نص، واحد يقول له 3 ملايين. هذا يبين باللي كاين فوضى حتى في قضية تكاليف النقل. لكن هنا تاجر كي يجي مثلا اليوم راح جاب له سلعة، غدوة من ذاك يقول له جيب لي السلعة فلان، يقول له يا خويا الليسونس راح يزيد ولا زاد. لكن النقل في بعض الولايات مدعم، في ولاية الجنوب مثلا، ولاية البعيدة عن 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 المصدر تاع الخضر والفواكه وجميع المواد الاستهلاكيه دعمته الدوله. النقل تاع السلع والبضائع، نعم. للجنوب وكذا، نعم. علاش تكلموا على هذه؟ لكن حتى في الجنوب رانا نتكلموا النقل الجواري، النقل القليل. اسمح لي، في هذه لازم تعرف سي زبدي يعرف، لان حتى في المنظمه تاعو عنده تجار اللي ناقلين، معناتها اذا حتى قطاع النقل راه يعرفوا مليح، وايضا حتى التجار اللي في المنظمه تاع حميد المسالك وراهم يستعملوا نفس التسعيره تاع التجار الاخرين اللي راهم. اسمع في قضيه تاع النقل، اسمع لي في قضيه تاع النقل، في قضية تاع النقل، نعم، في قضية تاع النقل.
راني قلت لك ينطبق عليها نفس المجال تاع النشاط التجاري، معنى حتى هو مش ربح مش مضبوطه، الناقل الان هامش الربح تاعو مش مضبوطه، واللي خلص هو المستهلك واي نعم ايه وانا مستهلك وانا كعلاه كي نروح ناقل كي نروح معناتها في الحافله ولا ما نديش تاكسي ندي تاكسي ماشي شرط دائما في السياره. مصطفى زبدي، هل معقول هذه الزيادات 50% في النقل؟ هو مش الربح تاع الناقلين ايضا غير محدده، 3 او 4 دينار في المواد الطاقويه، بعد ذلك 50% في تكلفه النقل. مهما كان يعني كتنظيم نقابي عندهم شويه مراوغات، نعم امور مشروعه يعني لازم يضرب يقول لك نزيد 50% باش على الاقل يدي بالك 20 ولا 25%، هذه امور استراتيجيه دبر راسهم، ولكن نحن ما يهمنا الان. لكن لو كان تزيد ب 50% مستحيل تزيد 500، غير هني راك نعطيها لك منظرك الان. نعطيها للمواطنين الان من المنبر هذا باش يزيد النقل ب 50% غير نساها ضربه واحده. العيب العيب وللاسف الشديد انه الورشات لما تفتح لمناقشه تسعيره النقل تفتح من دون ممثل المواطنين، نقولوها بصريح العباره. فتحت مرتين، المجتمع المدني مثلا ولا حتى المستهلك، ما كاش لا اطلاقا كاع، يعني بين الممثلين الناقلين وبين السلطات العموميه هما اللي حدوا. اتمنى انه هذا الخطا هذا ان لا يقع مره اخرى. زد على ذلك اي ناقل بطبيعه الحال لما تزيد التكاليف يحوس على الفائده تاعو، وهي فائده مشروعه. اذا كانت هنالك زيادات بطبيعه الحال عنده الحق انه يدافع ويحب يزيد، بصح لابد ان تكون هنالك زيادات مدروسه، زيادات حسب التكلفه الزائده. في بعض الاحيان الدوله تدعم مثلا مثل النقل ونجد الاسعار نفسها، الدوله تقوم تمد دعم تمد اموال لدعم، لكن التاجر هذاك يحاول اخفاء الدعم. هل موجود يا اخي؟ اتحداك، انا نقول لك حاجه، اتحداك نهبطوا درك مناطق الجنوب هكذا، اذا لقينا نصف المنتوجات، نصف رغم انه النقل مدعم، نصف المنتوجات بتسعير الدعم، وهل الام يسمعوا فيه ممثلي الجنوب تاع ممثلي الجنوب تاع المنظمه؟ ما كانش حتى الاسعار المدعمه اللي مدعمه راهي تتباع بسعر غير مدعم. اذا كاين فوضى. ونزيد نقول لك حاجه الاخ يوسف، المشكل يعني كمنظمه لما ندافع عن حمايه ندافع عن المستهلك، المشكل تاعنا الرئيسي ما راهوش مع التجار ولا ممثلي التجار، المشكل الرئيسي انه هنالك ضوابط اللي تحكم بيني وبين التجار، اللي تحميني وتحافظ على مصالح التجار، انه هنالك مراسيم وقوانين وسلطات عموميه عليها ان تتدخل، عليها ان تتدخل لايقاف هذا اللعيب. يعني احيانا نتعجب، وعن انك الشعب هذا ياكل غير في البطاطا، كي تطلع البطاطا نزيد والمواد الاخرى وراه تدخر، وراه الدواوين، اين الضبط، اين تسقيف الاسعار، اين العمل بالفوترة، اين هي الوصول، اين هي الاليات التي من خلالها انا ما نستناش اخبرنا يدافع على مصالحه هو مستهلك، انا ما نستناش بنوار انه يجي يقول للتجار اخفضوا الاسعار، هنالك سلطات عموميه عليها تتدخل. شكرا جزيلا سيد طاهر بنوار. في اقل من دقيقه، اين تتجه الاسعار؟ ممكن احتمال اذا كان ثلاث عوامل، اذا لم ممكن توفر، ممكن ايضا نزيدوا نشاهدوا معناتها في 2018 زياده في الاسعار. الأمر الأول إذا لم يزد الإنتاج، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا لم تؤهل بسرعة شبكة التخزين. الأمر الثالث إذا لم تنجز بسرعة على الأقل في أشهر في 6 أشهر على الأقل عدد معين من الأسواق الجوارية. هذو 3 شروط. إذا توفروا الأسعار راح تكون مستقرة، إذا ما توفروش نشاهدوا مرحلة ارتفاع. شكرا جزيلا سيد طاهر بنوار رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين على مشاركتك معنا وعلى هذه التوضيحات. الله يبارك فيك. شكرا جزيلا سيد مصطفى زبدي رئيس المنظمة الوطنية لحماية المستهلك، أشكرك كذلك جزيل الشكر على هذه التوضيحات. شكرا لك. مشاهدينا الكرام، البلاد اليوم تمت، برامجنا مستمرة، دمتم في رعاية الله.